وبعدين مع الحالة طولة رح نضل هيك العرب طول عمرنا هيك يعني آخر الناس وآخر العالم. والله يا أخي ما بعرف، بس أنا من ناحيتي قست ما في حل يعني، ما لها حل بنوب. هو في حلول يعني، بس هي لازم تكون الحلول العجيبة يعني، لازم يكون في مثلا تدخل إلهي. بدها معجزة، ما عم تصير. في العالم حل، وين في حل. صارت ونحن وين؟ أنا طلع معي حل، بس يا ترى بيطبقوه؟ شو الحل؟ إنه يصيروا العرب أجانب. شلون بدنا نصير أجانب؟ يعني بنصير أجانب شير يعني هيك ونحكي إنجليزي وياي هيك يعني؟ هلا ضروري الأجنبي يكون أشقر وبيحكي إنجليزي وياي. شو بعرفني هيك الأجانب؟ لا يا أخي، شو لك؟ نصير أجانب إنه نحنا مثلا نصير ألمان، معنا جنسيتنا ألمانية، نبطل مثلا عرب، نبطل مثلا سوريين، نبطل. ليش بيعطوك جنسية؟ روح جرب. لا مو أنا اللي بدي روح أطلب الجنسية. لك هن هيك رح يجوا هيك إنه خدوا جنسية؟ ايه بلا بيجوا بيحكمونا يعني احتلال يعني بدك احتلال واستعمار و... أي. ها اخ شفت هاي الله عاقبك لحيت قاسي الله عاقبك يا عميل. لك لا مو احتلال يا مجنون، هلا الاحتلال شو بيعمل وقت اللي بيجي على البلد لعنا؟ بيجي بيستعبدنا، بينهب خيرات البلد. اخر عودة بالكبريتة، ايوه بينهب خيرات البلد. ان شاء الله اذا اجى واحد ان شاء الله ما تشال. انت ليش بتكرهني؟ يعني هيك جرب. ها شعلت. ايه قلت لي احتلال. ايه يعني بدك احتلال يجي. احتلال شو بيعمل؟ لك هي الداحة. احتلال شو بيعمل؟ لك ما حكينا ان شاء الله اليوم قلنا بينهبوا ويرجعنا ايه لورا. بينهب، اما هدول ما بينهبوا، بيجوا لعندك بيقولوا لك انت مثلا، هن الالمان بيقول لك انت مثلك مثل اي مواطن الماني. ايه يعني وخلص الماني انت صرت، وتبطل ليرة تعملي تصير اليورو، لانه المانيا اتحاد اوروبي. يعني بدك نتخلى عن تاريخنا وعن عروبتنا؟ لا عن علمنا؟ لا ما خص هذا الشيء بالشيء هذا، يعني نحن حنضل عرب وكذا، بس انه جنسيتنا ألمانية وتابعين لحكومة ألمانية، وألمانيا هي اللي عم تبني عنا. يعني مثل محافظة ألمانية. تمام شو. مثل برلين، يعني سوريا بتصير مثلا مثل برلين. والله إذا هيك بجوز تصير أهم لأنه أكبر من برلين. أنا بتخيل سوريا ولا مو أكبر ما بعرف. إذا هيك حلوة بس ما بتطبق هيك، بتصير يعني تخيل إنه تصير مثلا قرعة مثل تبع كأس العالم، إنه خلص ما عاد في حروب، ما عاد في مشاكل، خلص إيه يعني خلص سلام وكذا، وكله يعني كله عم يتطور وعم كله عم يتطور. يعني ليش لحتى نجي ناكل هم بكره؟ والله احتلال ايه، والاستاذ بده يضربه لابني بمدرسه وكذا، هذيك ما بيضربوا الولد بالمدرسه مثلا، او يطلع لي يعني شبيحه وكذا، هذيك ما عندهم شبيحه، معناتها يعملوا قرعه احسن شيء مثل كاس العالم ايه، انه الدول الكبيره تمام بتتزعم العالم، والدول هذول الصغار بنعمل القرعة عليهم، كل بلد متقدم بيطلع له بلد غير متقدم. تمام هاي الفكرة اللي انا بدي اوصل لك اياها. تخيل هلا مثلا نقعد نشغل التلفزيون دايما حاطين هاي القرعة طالعة، يا محمد بتكون باسينا هاي على كل قنوات العالم. أوه. كله عم يتابع، والشعوب العربية كلها مبسوطة وعم تستنى وتترقب. ايه يعني تخيل هلا نحن مثلا
انه والله السحب مثلا انه للسويد، انه يجي فرزنا على السويد نحن، او لا على اسبانيا مثلا، يا حضارة مثلا. البنات يا نشوف كريستيانو رونالدو ياي. ايه بصيروا بيلعبوا مثلا ريال مدريد وسوريا، لانه سوريا مو بتصير محافظة. ريال مدريد بيلعب ايه بصير، لانه فبصير فريق سوريا بصير نادي. لا بصير سوريا منتخب نادي. والله؟ ايه لانه بتكون هي محافظة مثل ريال مثل مدريد مثل برشلونة مثل هاي المناطق. فالنادي تبع سوريا هو سوريا اسمه. فبيلعبوا سوريا وريال مدريد مثلا. والله حلو. اليمني بيجي فرزة وين مثلا؟ اليمني؟ مثلا يجي على سويسرا. بصير اليمني بسويسرا بيروح. طالع صديق هذا عندهم جات ولا ما في جات؟ والله ما مشكلة، إذا ما عندهم جات هذا مشكل كبير. صار هندي هيك. ولا المصري وين بده يجي؟ بهولندا مصري؟ اه يا عمي دول عندهم حشيش، دول عندهم حشيش مسموح مخدرات وعندهم موزز وعندهم حاجات حلوة قوي. يا عم ابسط يا عم، يا بختك يا مصر. والله حلوة يا ريت. ولا السعودي مثلا طالع امريكا؟ السعودي خلي يولي على امريكا. صحيح قلتك ما بيعجبه. ايه ما بيعجبه خليجي، ما بيعجبه. ايه دريت شو صار اليوم؟ شو صار؟ يوم مجزرة جديدة بحماة عم يقولوا. هذا كل يوم صار عم يصير هيك. ايه الله يخلصنا.